شهر القران يريد الله منك فيه ان تكون من الملائكه الذين يمشون على الارض الذين يعيشون بروح الانسان ولكن بعقل وفكر الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان نهضة وتجديد. رمضان ضيف عزيز لا يعرف قيمته وقدره إلا أصحاب الهمم الذين ينهضون بحالهم ومقالهم وأعمالهم. رمضان قد جئت تطرق بابنا وتريد منا أن نكون رجالا وتريد منا أن نكون عزة نأبى الهوان ونرفض الإذلالا. رمضان شهر النهضه شهر الفتوحات شهر بدر وفتح مكه وحطين وغيرها من الفتوحات العظيمه في تاريخ الامه رمضان ليس شهر النوم والكسل انه شهر النهضه شهر التاليف والعلم والعباده والطاعه وقراءه القران العشرات من العلماء الفوا وختموا تاليفهم في رمضان رمضان شهر نهضه هذه النهضه تبدا من النفس تبدا بالنفس ومع النفس ثم الى عموم الامه لتكون هذه السنه وهذا العام شهر نهضه الله عز وجل اراد منك ايها المسلم ان لا تعيش لنفسك ان تعيش لهموم اكبر وغايه اسمى يقول الله سبحانه وتعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واموالكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تغشون كسادها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا هذه الايه تقول لك وبصراحه لا يريد الله منك ان تعيش لنفسك وانما أن تعيش لدينك ونهضة أمتك أن تعيش لإعلاء كلمة الله أن يكون همك أرقى وأسمى وأعلى وأغلى من الطعام والشراب والمتعة والمال والتجارة أن لا تكون عيشتك وحياتك لنفسك لأنك ستكون مجهولا حالك حال كحال كثير من الناس عاشوا لأنفسهم وماتوا ولم يعرفهم أحد يريد الله منك أن تكون حياتك لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بهذه الهمة وهذه الفكرة يريد الله منك أن تستشعر حال أمتك في رمضان وأن تجدد إيمانك في رمضان أن تبدأ بنفسك توبة ومؤوبة وقربا من الله سبحانه وتعالى ليكون رمضان منيرا مثمرا متغيرا جديدا ننتقل فيه من العاده الى العباده الى تذوق معاني هذه الطاعه رمضان ليس شهر لترك الطعام والشراب فحسب انه شهر لتربيه النفس والانطلاق الى نهضه الامه التي تبدا بتربيه النفس والجامها عن شهواتها وطبائعها وكل ما يقربها من الارض لترتقي في ملكوت السماوات والارض لترتقي نحو العرش لتعرج بروحك مع السفره الكرام البرره شهر القران يريد الله منك فيه ان تكون من الملائكه الذين يمشون على الارض الذين يعيشون بروح الانسان ولكن بعقل وفكر الرحمن ان تكون قريبا ربانيا قريبا من الله قريبا من ملائكته قريبا مما يحبه لا ان نعيش للطعام والشراب والتجاره والمتعه فحسب نعم لا رهبانيه في الاسلام لا نريد منك ان تقاطع هذه ولكن هذه اجعلها ادوات لارضاء الرب سبحانه وتعالى فاليقظه والهمه تقتضي منك ايها المسلم ان يكون همك وغايتك عاليه ساميه وهي نهضه امتك التي تبدا بك وباسرتك فاجعل هذا الشهر شهر نهضه ويقظه وتجديد لتستيقظ امتك ولتوقظ الايمان في قلبك وتحيي بهذه الهمه امه نائمه فكن انت لها لان الامه تنتظركم يا شبابها